هو في حد معاك يا بنتي؟ معايا فين؟ انا سامع صوت حد كده بيتكلم. ده بتاع الكهرباء يا بابا، كان بيبص على العداد. بتاع الكهرباء؟ طب يا بنتي خلاص انا هدخل ده عشان تعبان. ماشي. الراجل الكبير ده اكتشف ان مرات ابنه بتجيب رجاله الشقه من ورا جوزها وبتعمل معاهم ذنب كبير جدا من الكبائر. كملوا الاحداث للاخر. صباح الفل يا حاج. صباح الفل يا مصطفى. انا نازل كده هقابل واحد صاحب على قهوه كده اخلص مصلحه شغلي معاه. مش عايز اي حاجه؟ اه تعالى عشان عايزك 5 دقايق كده يا ابني. طب لما ارجع طيب؟ طب خلاص ماشي توكل على الله. مش عارف يا مصطفى يا ابني في ايه بالظبط، بس انا مش ينفع اسكت. هو ايه اللي مش هتسكت عليه؟ اصل انا سمعتك بتبرطر كده. لا ابدا يا بنتي مفيش اي حاجه. بنتك ايه؟ انت هتتمسكن عليا وتعمل الشويتين اللي بتعملهم على ابنك دول عليا انا؟ انت عارف لو نطقت الكلمه من الحاجه اللي انت شفتها دي انا هعمل فيك ايه؟ انت هتشوف ايام سودا، ايام سودا مش هتشوف ولا يوم عدل في حياتك. يا ممكن اموتك بقى، يا ممكن اتبلى عليك واقول لابنك ان انت بتعمل حاجات مش كويسه. شوف بقى اللي هيحصل. انت ونصيبك. وانا يا بنتي اتكلمت ولا قلت حاجه؟ تتبلى عليا ازاي وانا عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه، ده ابني وحياته ما اقدرش اخربها له. لا لا ما تقولش كده. انا ولا هفتح بقي ولا هتكلم في حاجه. ابني ما اقدرش ابوظ حياته. بقول لك ايه؟ اديني قلت لك وحذرتك وخلاص. سلام. الحمد لله على السلامة يا مصطفى. الله يسلمك يا حبيبي. تعالى يا ابن الحلوين. موضوع اللي عايزني فيه يابا. تعالى يا حبيبي. بص يا مصطفى يا ابني. أنا شعري شاب والدنيا مرمطتني. الست اللي جوه اللي معاك دي مش كويسة. أنا بعرف أميز الست الكويسة من الست الوحشة. وكلامي هتعرفه بعدين. ومش عايز أفصلك أكتر من كده. طب ما تقول لي في إيه؟ أنا مش هقدر أفصلك أكتر من كده يا مصطفى. هتعرف لوحدك يا لو ركزت شوية هتفهم كلامي. هو انت متأخر النهارده؟ في حاجة ولا ايه؟ لا بسأل عشان احضر الغدا وكده وانت جاي. ايه المشكلة؟ ما انت عارف انا باجي امتى؟ ما قصدي يعني اللي هنقعد على القهوة مع صحابي او كده. يعني ممكن اتأخر شوية. المهم كلمني قبل ما تيجي عشان لو نايمة ولا حاجة اقوم احضر الغدا عشان ابقى سخنة لما تيجي تتكلم. مش عايزة أي حاجة؟ مصطفى بقول لك إيه يا بابا؟ هو أنت هتتأخر النهاردة زي كل يوم ولا هتيجي بدري؟ ليه السؤال ده؟ في حاجة ولا إيه؟ كنت عايزة شوية طلبات وكده للبيت فكنت هقول لك عليهم وأنت جاي، يعني وأنت جاي كلمني عشان ما تنساش. طيب خلاص ماشي، هكلمك أنا قبل ما أجي. ماشي خليك بس. ماشي يا حبيبتي مع السلامة. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت هتشوف مني أيام سودة، هتشوف مني معاملة زي الزفت.